لسه مكملين معاكم مع اخبار النادي الاهلي. ورفض بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي فكره الاستغناء عن بدر بنون خلال الانتقالات القادمه يناير القادمه، ورفض كمان مناقشه اي عروض لاحتراف اللاعب خلال الفتره الحاليه، واكد ان الفريق في حاجه لكل اللعيبه ولا مجال لرحيل اي لاعب خلال تلك الفتره خصوصا طبعا، وان الفريق داخل على منافسات قويه جدا سواء محليا او افريقيا، بجانب طبعا المشاركه في كاس العالم للانديه. كمان بدر بنون تلقى عرض مغري للانضمام لنادي من أندية الخليج بعد ما تألق أكيد مع منتخب المغرب في كأس العرب واللي أقيمت الفترة اللي فاتت دي. وكشفت التقارير أن النادي الأهلي تلقى عرض من نادي العين الإماراتي عشان يضم بدر بنون في فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية مقابل 5 مليون دولار، ولكن تم رفض العرض لتمسك المدير الفني باللاعب. كمان فضل مسؤولين النادي الأهلي تأجيل مناقشة أي عرض لبيع بدر بنون لنهاية الموسم عشان يحددوا موقفهم النهائي من رحيل اللاعب من عدمه، خصوصا طبعا وان الفريق هيحقق مكاسب ماليه كبيره جدا من رحيله، ولكن الامر متروك لموسيماني عشان يحسم الامر في نهايه الموسم على حسب الصفقات اللي هيتعاقد معها النادي الاهلي في حاله طبعا وجود بديل على نفس مستوى بدر بنون، فيكون في اتجاه للموافقه على رحيله والاستفاده الماديه منه. ومعانا دلوقتي